جاءنا من الديوان الملكي ما يلي. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيته النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الملكي معالي الشيخ عيسى بن راشد بن عبد الله الخليفة، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.